لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. برقية الولاء والإخلاص. بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي لله من فروض الطاعة والإخلاص، أتشرف أنا خادم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس الجماعي للمرتين بمناسبة اختتام أشغال الدورة الاستثنائية في شهر يوليوز 2024، والتي تتزامن مع تخليد مملكتنا المغربية الشريفة يوم غد الثلاثاء شهر يوليوز 2024 الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. وبهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب المغربي، نجدد روابط البيعة والولاء لسليل الدوحة العلوية الشريفة أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الجماعي وموظفيه وساكنة المدينة، أن أرفع للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أسماء آيات الولاء والإخلاص، معبرين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد سمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بمائة وعشرين محرم 1446 هجرية موافق